هو لأنه صنع استراتيجيات كبرى على منطقة الشرق الأوسط، كما قلت أنه الوجود الروسي أثبت وجوده اقتصاديا عسكريا داخل روسيا من قبل الجماهير والشعب الروسي بشكل عام، متماسك ثابت، لذلك لم تفشل ولم تنكسر لا الجانب الروسي سياسيا ام عسكريا. علاوه كما اشرت الى طريق الحل والتقدم الصيني القادم الى منطقه الشرق الاوسط، امريكا تنظر الى مصالحها بالدرجه الاولى قبل كل شيء. ولكن يبقى السؤال هو التناقض الامريكي لن يخدمها، هذا اولا. ثانيا هم يجعلون المنطقه العربيه مسلوبه الاراده لكي لا يكون هناك استقرار سياسي. أضف إلى ذلك ركاكة الأمن القومي حتى أصبح قاموسا، يعني مفردة في قاموس لا وجود له على أرض الواقع. لذا يعني هذا الأمر يجعل من السياسة الأمريكية في هكذا تناقضات أن تستمر بالنسبة للأمن القومي العربي ركيك، بالنسبة للأنظمة العربية تسير في فلكها، أو حتى انشقاقات أو انقسامات ما بين الجانب كما كان في الحرب بعد شرقا وغربا. هذه الصورة، هذه السوداوية مستقبلها للأسف الشديد ليس من صالح الشارع العربي أو المواطن العربي بشكل عام.